الحمد لله وصلنا الى حدود دهوك، وذاك العلم اللي قاعد تشوفوه علم كردستان، وهاي اللي نسوي اجراءات الاقامه. راح اصور لكم اجواء دهوك من الداخل، خليكم ويانا. Silmemişim ne bugünü ne düneni, ne olar otur derdimi dinle, ben bir ömür yaşarım seninle, kurban olum soyuk olmam elle. Derdimin üstüne derdi getirme, ne olar otur derdimi dinle, ben bir ömür yaşarım seninle, kurban olum soyuk olmam elle. Derdimin üstüne derdi getirme. Bugün yine yerin görünüm. حبيبي حبيبي استاذ حبيبي بالعافيه حبيبي حبيبي بالعافيه. صباح الخير شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ سمونة هاي عيني، شلونك عيني؟ شلونك قلب؟ صحة. شنو نقول لك؟ البوفيضين براسه 60,000، 14 نوع بيض. بس ما اعرف شنو البيض هذا، ابو علي حاطين لك حتى روبه. ايش قاعد يحكي لك؟ شنو روبه؟ 16، اقول لك 16 نوع بيض ما موجود هناك ببغداد، ما ادري. هاي قعدتنا الصبح بدهوك، تريقنا، وهذا الجروب كله موجود. راح نطلع بالكوسترات المصايف مال دهوك. اليوم نسوي فيلم بالكوري. سوون فيلم بيه مع الأسف. يلا يعني خليكم ويانا. يلا يلا فول. كل 5 كيلوات مفول. كل 5 كيلوات مفول. صاعدين بسايبة مو. يلا يا أبو شقيق. وهذا الشارع. ولا شو؟ أسمع الشارع. هاي الكوستا فوق السبريد هذا. لا بريك غير على حظنا، يعني من الفندق للبصي ساعتين، وبالطريق يقص البريك وصعود. هو الصعود كان شيت اقول لك عمين، ترى بالنزول شايف ايش يصير. كان شيتنا الله يستر والله. جمعنا نزلنا والله فوق السبريد من التعب، كلها قوارض تايجر من التعب، حتى ما كنا تايجر من الخوف. واحد يروح صحت على منه. ما بقى شيء كله بعد ساعتين. فقلت ما تقله بعد ساعتين نوصل. الله كريم. Stop speaking.
يابا وصلنا بعد اشتاع قلب طويل وصلنا. صدق يخوف هذا. انا مو على موتي، انا ما اخرج بس الموبايل خليك. شنو؟ لا نرجع احسن. حسن ايش راح يجيب خطيه؟ يا ولد السميد ابو منا يا ولد. يا بابا راح يقبل. شنو هاي؟ شباب قاعد تصيد على وجهي. يا ولد السميد ابو منا محمد. ترى ما فيك شيء والله ما فيك شيء يا ابو فاطمه. طبعا العالم كله طلع ابو حسن. بس حيجي حسن حطيت امبالي. يعني ادري هسه طالعين يعني مصاري يلعبون دومنا وين؟ بس المفروض تطلع تطق صور يم الشلال. لا وش مالك قنع المندوب ويانا يلعب يلعب دومنا. تصيركم ان شاء الله والله. خلصنا من مصيف فيل ويقول لك راح اروح الجسر الحر. صدق حر يصعد فوقه يصير حر. قبل 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 السمه صدق هاي راح يودونا المسبح هسه. والله فرونا فر والحسين تعبنا عم بطلنا نرجع خربطت. واحلى شيء الجسر. اي والله يخوف بعض شلون شلون دول مال الصينيين. قلت لهم على بريك الفقس. قلت لهم اي والله مو سياره براسها 60 حار مرتين عطلت فوق الجبل. هسه مو تقول قاع منبسطه وعدله قويه. هي هاي شركه الملوك لازم يصير بها استحداث. هي احنا ملوك لازم نتحمل كافه الظروف. لازم نصير روح رياضيه. يا حبيبي ايش انت ملك تحت كم من طرفته. تعال هذا صراط المستقيم. الله على الجسم يا قاع على الجسم يا قاع. Thank you.
القذائف يسمحوني. طب راويكم جوا. هذا مصيف مياه زرقاء. هذا كله مسابح ما بيه شلالات. بس يعني مسابح طبيعية. النداء الأخير إلى جميع شركة الحفرة رجاء توجه إليكم السلامات فضلا وليس أمرا. عيني أقول لك أنا أسبح بس باردة. هذا والله بارد. يلا لا فضها لا بعلون الحدود اليونانية إن شاء الله وفقنا العراقي. يلا شلون والله هو يخبل عذيبي يعني كل البلاد تجون بهذا المكان لازم تجون ما في مكان مصيف المياه الزرقاء هذا مكان شلون نصعد لما هذا نهاية الفيديو. لا بعد بعد اكله هذا كله جب مي هاي ابو طالع من قبرة الله هذا رباني كرفس هذا كرفس هذا وحشي طالع بالجبال جاي من السيمة منين هذا جاي
آه كوري شلون هالاجواء؟ والله زينة. فول؟ فول. هاي مسترجون. كرار شلون هالاجواء حبيبي؟ والله اجواء كلش حلوة. الطبيعة والجمال والمنظر وخلقه واخلاقه. زيورو واحد على واحد. طبعا هذا عمقه 5 مترات وذاك مترات اي تقريبا مترة. اي هذا الصعود مال الكوسترات. نال عوائل صاعدة على الجبل. طبعاً هاي أبو غمي الجو بعد هناك شلالات. خلنا نراويهم شلالات من هناك. جميل. طبعاً ما أدري يبين أو ما يبين منا الشلال نازل وهاي العوائل هنا. عم نسوي اصطناعي. هنا يجي المي طبيعي وصاير شلال. وهنا هم منظر ثاني امين بالزرقة راح هو الولد ركبه بالبطة راح يطبون جوه هذا خطير راح يركب ما خلوه قلت لا تقل لا يا كرار شو تطب هناك كرار كرار شو تطب هناك ما جاء نقدر ايش يلا ارجع بك ارجع بك انت تسبح فرنا هناك طب هنا هناك ما جاء نقدر تطب انت بيدك يا طب هناك هاي شنو هاي واك كل شيء ماكو هاي ير لا لا هناك هناك لا خالي راح مع على السريع بس شوية فرقيان على السبابة عشان السري زاي كلها طبات عدل نرجع بك ما نعرف لها بس حلوة يعني ما نرجع حسيت بين الجبال بس صالون وفوضوني حريوطة خافن شيء جوش الله يبارك أبوي يقولي على كلا بس تعليق الله كراهي على اليوتيوب يلا بس شوف نفسك على اليوتيوب يلا ادفع إلى الأمام در لا ولا شيء. تكا صوت من هناك. لا لا. صوت من هناك. لا لا. أتمني طلع. صوت واحد. كرار شو إنه ما كرار. علمت كي. وحسين تخبط. الهوى. اليوم إحنا. شو المصايب. والله العظيم علينا جوا. إنك يسمع المصيب. يعني والله العظيم هذا مصيب. اسمه. المصيف اكو مطعم على مكان كلش حلو اني والولد مشترك جديد للقناه مالتنا مشترك جديد هذا المنظر يمكن يلا انا ما رسمتش يلا يعني عليكم بالعافيه الله يعافيك تفضلوا الدولمه يعني فتشي صدق وين هالدولمه ما لحقنا نصورها ما شاء الله هسه راح نجرب الخوز نجرب هذه ونجرب الدجاج وصنع الدجاجه ونشوف معوني ما هو اني شو اخذها قال جيبها انت احد اريك وجيب لك اياها خلينا نشوفها هذا اجى 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 هلا هلا شوفوا نفسه بس شوي غير باللحمات ممنون هذا يمزلك ترى اي زحلك يزحلك هذا المصيف الاخير مال دهوك شو صار بحالنا مع كرار صار بي صار معقب فلسطيني يهودي مصري هذا المصيف الاخير انضم ويانا المجموعه اللي بدهوك انا شرفت فيكم وكرمكم وطيبتكم والله العظيم وعلينا نحن نحطكم بس باكر احنا نسويها طبعا لا ان شاء الله نضل نتواصل ان شاء الله لا نشوف وارقامكم وناخذ جايات وهوايه
تعال يمنا بس مويه. تعال خلنا نصور لا مضيف، خلنا نصور المصيبة. هاي حاطين كراسي بنص، شلون البحيره مسويها هيك شيء؟ هالشيء كلش حلو، يعني تقعد تاكل ورجلك بالمي. علاوي صمونه وحسن اللي يشمر الحجاره ويصير ابعد بالمي هو اللي عشينا، يعني الابعد يفوز والاقرب يعشينا. اشمر علاوي، يلا علاوي هذيك اياها. يلا علاوي، يلا علاوي اوقف انسحب. يلا علاوي ما كنت تسحب عيني رد عشا. يلا الله طيح حظك. ليش على شحتو كنا؟ ها؟ شحتو كنا؟ ايش شتي تاكل حسن؟ والله انا عاجبني قوزي اليوم، كنا قوزي في. انت ايش شتي تاكل يا ولد؟ موطا. هي موطا موطا هي مال العشاء عمي. والكوري انا ادري بيش يحب الوالد، يحب دجاج على التمن. يعني عشان اليوم على صمونه، مشكور حبيبي رحم الله عليك. بوسه 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 راح يحشيك. الله يديك حبيبي، ما يسوي هذا. الله يديك. هاي اسواق دهوك اللي مركز المدينة تقريبا. حيوانات وملابس وكل شيء. هاي يوم آخر يوم بدهوك، طبعا فحطنا وتعبنا وجعنا وكل شيء صار. مين شنو شعورك؟ والله تونسين الاوضاع حلوه اللي تشوفها. حياتنا من تاخذ مكان تشوف جبال من هنا، من هنا ودي من هنا زرع. ناس تونس الحمد لله والشكر، يعني خلي يجون كل العوائل العراقيه هنا مكان فد شيء. بالشتاء خوش البياض ثلوج. هذاك تجيبه حسن صورة بالكاميرا. شو قد حب ذاك تجيبه؟ ذاك بعرف هذا هذا آه.